النهارده قنوات الشيطان اللي هي بتمولها قطر السبع ثمان قنوات دول ما بيشتموش في مصر بس، دول بيدمروا في الامه العربيه كلها. انا بناشد الشعب التونسي، اناشد الموظفين في تونس، ارجعوا لشغلكم، انتوا بتحرقوا ما تبقى من تونس، ما تبقى من اقتصاد تونس بتحرقوه. ارجعوا يا جماعه، الحقوا البلاغكم، هتبقوا زي امر من اليمن، والله لا تبقوا اسود من اليمن. اسمعوا الكلام، انتوا القيروان، وقوع تونس وتحويلها الى دوله شبه اليمن كده والبحور اللي في اليمن هتدخل على الجزائر. ولو انتوا خدتوا بالكم التوتر موجود في الجزائر، عشان كده الملك المغرب، جلاله ملك المغرب المحترم، تنبه الى هذا الامر وفتح ذراعيه للجزائر وقال افضل خلاف مع الجزائر. وطبعا حصل برضو تنبه من الجزائريين واستجابوا، ولكن هناك توتر في الجزائر، هناك توتر في المغرب، هناك تدمير في تونس، تدمير في تونس. ومن هي أداة التدمير ومن هو وسيلة التدمير؟ هم جماعة الإخوان الشيطان التونسية الذين يطلقون على أنفسهم الإخوان المسلمين. مسلمين يا أخوي، ده الإسلام بريء منكم من أشكالكم، ده أنتم أدوات لبني إسرائيل وبني صهيون، حرام.